مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. النهاردة هيكون معنا كل الأخبار اللي شغلت انتباهكم على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. جورجينا ما بقتش جورجينا، فكرة شاكيرا، منتخب مصر لكرة اليد بيبهر العالم، كهربا وشريف يتصدران الترند. جورجينا مش هي جورجينا، ده مش كلامي على فكرة، ده كلام وتعليقات الناس على صور جورجينا، وده بسبب صورها اللي تميزت بالاحتشام من ساعة وصولها للرياض بعد تعاقد طبعا رونالدو مع النصر السعودي. يعني في حفل جوي أوردز واللي كان من أيام، كان حضور جورجينا وملابسها لافت جدا للانتباه لكل الناس على السوشيال ميديا، خصوصا أنها كانت حريصة على وضع غطاء الرأس، وكمان الفستان تميز بالأناقة هو والمجوهرات اللي استخدمتها. يمكن جورجينا كان ليها وقعة تانية اتصدرت الترند خلال الأسبوع ده، وهي صورها في واحد من ملاهي الأطفال في الرياض مع رونالدو والأولاد، واهتم الجمهور على السوشيال ميديا جدا بصورتها وهي بتلعب في الملاهي. باختصار كده نقدر نقول ان جورجينا صورها اختلفت كتير عن صورها قبل كده، بس الحقيقة دي حاجة تحسب لجورجينا جدا انها فاهمة وكمان بتحترم وبتقدر ثقافة وتقاليد البلد اللي هي عايشة فيها. واضح كده ان شاكيرا فكرة، والفكرة زي ما بيقولوا لا تموت. الأسبوع ده قررت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايرس أنها تقلد شاكيرا وترجع للغناء تاني بعد 3 سنين، وده بأغنية بتنتقد فيها جوزها السابق بنفس طبعا الطريقة اللي تقريبا شاكيرا انتقدت بيها بيكي. الأغنية اسمها فلاورز، وبتقول أنها قادرة على شراء الذهول لنفسها والتحدث ساعات مع نفسها، نعم بإمكاني أن أحب نفسي بصورة أفضل من حبك لي. الأغنية قدرت أنها تحقق أكتر من 50 مليون مشاهدة من وقت طرحها على اليوتيوب الأسبوع ده. نسيبنا من الفن شوية ونروح للرياضة. الحقيقة منتخب مصر لكرة اليد رافع راسنا بقوة وعامل نتائج قوية جدا ومشرفة في كأس العالم، وقدر أنه يوصل ربع نهائي كأس العالم. والحقيقة النتائج الكبيرة اللي حققها المنتخب والأداء المحترم جدا اللي بيقدمه اللاعبين خليهم يتصدروا الترند خلال الأسبوع اللي فات. طبعا فريق ترانز بيتمنى مزيد من النجاح لمنتخب مصر لكرة اليد، وبإذن الله كأس العالم يبقى مصري للمرة الأولى. من كرة اليد لكرة القدم، وتحديدا للقاء القمة بين الأهلي والزمالك، واللي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-0. يمكن المباراة كلها سيطرت على الترند، ولكن أكتر لقطة فيها الناس اتكلمت عنها واتعمل لها شير واتعمل عليها أغاني وفيديوز بالألاف كانت لقطة استبدال كهربا باللاعب الأهلي وهو بيقول لزميله محمد شريف هتنزل تجيب جول، وفعلا نزل محمد شريف وقدر أنه يجيب جولين مش جول واحد. كمان كان في تفاعل كبير من الفنانين على نتيجة المباراة، ولكن أهمها الفنان محمد هنيدي واللي معروف بانتمائه للقلعة البيضاء وتعامل مع الخسارة بهزار وكتب على الفيسبوك أصلا بطولة الدوري مش مهمة واخدينها مرتين ورا بعض، إحنا مركزين في دوري أبطال أفريقيا. وبكده تكون خلصت فقرة ترندز أوف ذا ويك. بقالنا فترة مش قصيرة كل ما بندخل على الجروبس الخاصة بالبنات والستات على السوشيال ميديا بنلاقي حالة من الهوس عند الستات بصور الفنانين، ودايما بيكون في سؤال شاغل بالهم جدا. السؤال ده هو: هل دي عملية تجميل حديثة ومتطورة جدا ولا ده فلتر؟ المشكلة انك بتلاقي ردود في الكومنتس مختلفة وكل واحد برأي مختلف، بس في الوقت نفسه احنا شفنا كتير من الفنانين مؤخرا عملوا عمليات تجميل غيرت شكلهم تماما، ونقدر نقول انها تقريبا صغرتهم حوالي 30 سنة لو مش اكتر. عشان كده احنا قررنا ان احنا نحاول نجاوب على كتير من الاسئلة اللي شغلة بال الناس حوالين القصة دي، ومنها مثلا هل التحول الكبير في الشكل ده بيكون ليه اي اثار جانبية ولا لا؟ ومش بس كده، ده في سؤال اهم بكتير وهو: هل كل الصور اللي بنشوفها للفنانين مؤخرا واللي شغله الناس على السوشيال ميديا دي نتيجه عمليات تجميل ولا ده بيكون فلتر وجرافيك؟ وعشان نعرف الاجابه على الاسئله دي وغيرها هيكون معانا على زوم الدكتور جورج الزاهر، استشاري جراحه التجميل جامعه كوين ماري لندن وزميل جمعيه الجراحين الامريكيه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا هام؟ عامل ايه؟ تمام، دايما ببقى سعيد لما ببقى معاكي. وانا والله جدا. دكتور، في البدايه كده كنا عايزين نعرف من حضرتك هل كل الصور اللي بنشوفها دي عمليه تجميل ولا ده فلتر، عشان احنا مش عارفين نميز.
بصي طبعا يعني الواحد دلوقتي بيشوف على السوشيال ميديا صور كتير لفنانين وسليبرتيز وبلوجرز بيبقى شكلهم مختلف عن الحقيقة. طبعا الفلترز اللي موجودة على السوشيال ميديا دي ليها دور، طبعا كل واحد بقى فيها اوبشنز ان كل واحد يقدر يشوف نفسه بالطريقة اللي هو حاببها. طبعا انما طبعا بيبقى في صور تانية لبروسيدجرز او يعني عمليات تجميل ناس يعني ناس عملوها، في من بيبقى يعني ظاهر جدا وباين جدا، وفي منها اللي بيبقى اللي بيحافظ على الناتشرال لوك بتاعهم يعني. بس يا دكتور، انت لما يعني بتشوف صورة بتقدر انت كدكتور تميز هل ده فلتر ولا ده عمليات او ده حقن؟ اه طبعا طبعا. واحنا ما ينفعش تقول لنا اي تيب نعرف كده ايه الفرق؟ لا طبعا، لان انا ببقى شايف قبل وبعد ان ريل لايف، فبقدر طبعا افرق انه اذا كان ده فلتر ولا ده يعني حاجه اتعملت. وخليني اتكلم معاكي باستفاضه هنا، العالم كله دلوقتي في جراحات التجميل متجه للناتشرال لوك، او طبعا ان ازاي نحافظ على شكلنا الطبيعي. مش عيب خالص انه الشخص يقوم باجراء عمليه تجميل، سواء يعني عمليه جراحيه فعلا او سواء نون انفيزيف او بدون تدخل جراحي زي البوتوكس والفيلرز وكده، مش عيب. لانه ده انا دايما بقول في مداخلاتي انه ده جزء من المينتنس او الصيانه الدوريه اللي لازم الواحد يعملها لنفسه. انما الحفاظ على الناتشرال لوك هو ده اللي بيبقى الهدف من الموضوع، ان انا زي ما انا دايما بقول ما نعاندش الانسجه. في الاستيستي معينه لوشنا ولجلدنا، مش هيقدر الجلد ان هو يستحملها اكتر من حاجه معينه. فدلوقتي ما بقيناش مثلا في الفيلرز مثلا، ان احنا الهدف من الفيلر ان احنا نملى زي الاول او ندي فوليوم للوش. الهدف دلوقتي ان احنا نشوف وشنا في غرف دهنيه، غرف الدهنيه دي لما بي 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 الدهون بتقل فيها او بتنقص فيها بيحصل الدروبنج او التهدل في الوجه ده. فالفيلر دلوقتي بقينا بنستعين بيه زي ما قلت لك، مش عشان نملى، علشان الغرف الدهنيه دي نستعوض بالدهون اللي حصل لها تلاشي، ونقدر ان احنا نوصل لليفتنج بيه، مش فيلنج، نقدر ان يعني احنا الليفتنج نشد يعني الوجه بيه. نشده لفوق. بالظبط، اوكي، نقدر نشد الوجه بيه لان مثلا نحقن في يا نقط. دكتور خلينا نشرح بس اتفضلي اتفضلي. للمشاهدين، هو بعد سن معين الوش بيسقط صح كده؟ مظبوط. فالفيلر ده مش عشان يملى الخدود زي ما احنا كنا دايما بنسمع، الفيلر ده عشان يشد اللي وقع يرجعه فوق تاني صح؟ مظبوط، اوكي بحقن بطريقة معينة في ليفل معين في الجلد علشان نعوض الغرف الدهنية اللي أنا قلت لك عليها دي، اوكي فنقوم ساحبين الوش كله بدل ما نملاه. اوكي طيب يا دكتور، هو دلوقتي بقى طبيعي ان احنا نشوف عمليات تجميل بتصغر الانسان 30 سنة ولا ده بيبقى ايه يا دكتور؟ احنا بنشوف حاجات متقدمة جدا، قول لنا على اه الموضوع طبعا ده. طبعا، عمليات اصل يا دكتور التجميل انت عمال دلوقتي تقول لي اللوك الناتشرال والطبيعي وكده، ما هو برضو مش طبيعي ان احنا نبقى شايفين حد سنه كبير شوية وفجأة نلاقيه شكله صغير جدا، فايه اللي هتعملي بيحصل؟ مشاكل لنفسك يا ريهام. بس لا لا انا بجد عايزه اعرف يعني هم سنهم هل بصي يا ممكن ريهام، عمليات التجميل تخلي الشكل يصغر سنين كتيرة جدا من العمر الحقيقي؟ عملية التجميل احنا بتقصدي عمليات تجميل الوجه. عمليات تجميل الوجه بقى فيها تقدم كبير جدا، مش بس ان احنا نقدر نشد الجلد والانسجه اللي تحت الجلد، لانه هي الوش بيتهدل نتيجه انه النسيج اللي تحت الجلد بالشيرز او الانسجه اللي ما بين الجلد والعضلات حصل لها تهدل. بقينا بنقدر ان احنا نشد الانسجه دي ونقويها، مش بس كده بقينا نقدر كمان نحط اجزاء عظميه بحيث ان احنا نقدر نعمل البروتروجن اللي بقى موجود في الفك. فطبعا لا، بقى في تطور كبير جدا في عمليات شد الوش والرقبه،
مما يعني مما ادى للنتائج العظيمه اللي انت بتشوفيها دلوقتي ده حاجة بصراحة في بعض مبهرة، الحالات. في حاجة بعض الحالات مبهرة. على نتائج عظيمه في بعض الحالات. أوكي، طيب هل بيكون في آثار جانبية لما العمليات دي بتتعمل؟ برافو عليك. سؤال مهم جدا، لانه اي في الاستيستي موجوده للجلد. أوكي، لما الالاستيستي بتاعت الجلد يعني دي إيه يا دكتور؟ ممكن تشرح لي بالعربي بس معلش؟ طبعا القوه المطاطيه للجلد بتقف عند حد معين. لو حصل انه زي حته القماشه، لو اوكي فردتيها بشكل قوي بزيادة جدا هتمزق منك، هتقطع منك. بالظبط. ده بيبان بعد العمليه بفتره، بتلاقي انه ايه ده، الست دي او الفنانه دي احنا شفناها من 3 شهور كان الوضع احسن من كده، ايه اللي حصل؟ هو كل اللي حصل ان في خلايا اسمها إيلاستين سيلز، الخلايا المطاطية في الوش. الخلايا المطاطية في الوش دي لما بيحصل شد زيادة عن الحد اللي ما مسموح بيعرفوش بيه، يتكلموا مثلا صح؟ ممكن بالظبط اوكي بتتأثر جدا الخلايا المطاطية دي، ويحصل دروبين أكتر من قبل العملية، أو تهدد أكتر من قبل العملية كمان. طب يا دكتور، هي العملية دي بتتعمل يعني مثلا كل 10 20 سنة، ولا هي الواحد بيعملها مرة واحدة وبيفضل بيها العمر كله ويفضل شكله حلو كده وصغير؟ يعني أنا بشوف إنه عمليات شد الوش بالذات كل ما اتأخر قرارها، وهيكون طبعا أفضل. ولذلك أنا دايما بقول إنه المينتيننس اللي بتعمليه لوشك، سواء سكين كير او بوتوكس او فيلرز او المينتيننس ده كله، ان انا اخد بالي من انه انا بفرز كميه كولاجين كويسه، فبستعمل فيتامينز كويسه، ان انا بغذي الالاستين سيلز اللي احنا اتكلمنا عليها او الخلايا المطاطيه في وشنا بطريقه كويسه من بدري، هيأخر قرارات قويه كتيره زي عمليات شد الوش. طب دكتور جورج، الست المفروض تبتدي تعمل الحاجات دي على سن كام؟ انا عارفة ان حاجات في العمليات التجميل يعني مش البوتوكس والفيلر، احنا قبل كده سألنا عن الحاجات دي واترد علينا واتقال لنا انه لما بتحسي ان انت محتاجة على حسب كل واحد وسنه، بالضبط لكن بالضبط عمليات التجميل زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة النهاردة، الشد الرقبة، شد الوش، الحاجات دي المفروض تبتدي الست تعملها من سن كام لو هي عايزة؟ طبعا الهام، هي بتفرق من حد لحد، هي ملهاش مقياس. يعني ممكن تلاقي بنت صغيرة وجلدها متهدل أكتر بكتير من سيدة يعني كبيرة في السن. هي زي ما قلت لك هي خلايا. ايوه بس يا دكتور مثلا اكيد مش هنعمل مثلا شد وجه لواحده عندها 20 سنه صح؟ لا طبعا، يعني ماشي، احنا نقول تقريبا بدايه من سن لا كام؟ طبعا، يعني بداية من اواخر الاربعينات، ممكن الاوائل الخمسينات ممكن نكونسيدر الفيس ليفت طبعا. يعني يا رب ما الماجوريتي نحتاجهوش بتاعت يا دكتور. البيشنتس، الماجوريتي بتاعت الكلاينتس بتبقى اواخر الاربعينات اوائل الخمسينات. اوكي ان شاء الله ما حدش يحتاجه يا رب كده اهو، نبقى حلوين على طول بس من غير ولا اي حاجه. بشكرك جدا يا دكتور جورج على مداخلتك معايا اهلا بيك. النهارده. في نهايه الفقره عايزه بس اقول حاجه مهمه قوي، انه الكلام عن عمليات التجميل مش بيخلص ابدا، وتقريبا هو الترند المستمر معانا دايما خصوصا بين الستات، عشان كده بجد مش لازم نشغل بالنا بيه كتير، لانه في الاول الموضوع بيبدا بانك بتبقي مستغربه، بعدين بيجي فضول انك تعرفي اكتر، وبعدين هيتحول لهوس، والهوس ده ممكن يكون ليه اثار نفسيه مش كويسه عليكي ابدا. وبكده تكون خلصت فقره سكوب. لسه مكملين فقرات برنامجنا ترندز، وجي معادنا دلوقتي مع السوشيال لاب اللي بنحلل فيه كل اكونتس المشاهير على السوشيال ميديا عشان نفهم معاكم بالارقام كل واحد بيتعامل مع السوشيال ميديا ازاي وبيستخدمها ليه. نجم السوشيال لاب النهارده هو تامر حسني. تامر حسني بيعتبر من اكتر نجوم العرب اللي عندهم فولورز على الانستجرام، وصل عددهم ل 24 مليون فولور، وعدد اللي تامر بيتابعهم 107 فولور بس. معظمهم نجوم بتربطوا بيهم علاقة صداقة زي أحمد السقا، محمود العسيلي، أكرم حسني، محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، وأمينة خليل. تامر نشر كام صورة لحد دلوقتي على إنستجرام؟ حوالي 1817 صورة وفيديو. لقينا إن معظم الصور عنده عن شغله وتحضيرات لحفلاته أو بروفات لأغانيه، بوسترز لأفلامه، واستقبال الجماهير ليه في كل الدول،
وكمان بيحب ينشر المواقف المضحكة اللي بتقابله في الحفلات. اللي لفت نظرنا أكتر حاجة إنه بيحب الأطفال جداً وبيدعمهم وبيديهم الثقة، فهنلاقي إن تامر منزل أكتر من 50 صورة وفيديو لأطفال بيغنوا أو بيلعب معاهم، وفي صور كتير بتجمعهم مع نجوم الوسط الفني زي أكرم حسني، نانسي عجرم، أمينة خليل، أحمد السقا وخالد الصاوي. أما عن حياته الشخصية فهو مش بينزل صور كتير لبسمة وبناته، وأما عن حبه لبسمة بوسيل فبيظهر في اهتمامه بشغلها ودعمه المستمر ليها. من الإنستجرام للتويتر بيتابع تامر حسني 3,900,000 فولور، وهو بيتابع 33 أكاونت، ونشر لحد دلوقتي حوالي 4,783 تويت، وآخر تويت نشرها كانت من كواليس فيلمه البدلة مع الفنان ماجد المصري وأكرم حسني، وكتب: حلاوة المشهد ده إننا عدناه 60 مرة عشان ماجد بيضحك بجد وبصوت عالي في كل مرة، ودي المرة الوحيدة اللي ضحك فيها وعارف يداري وشه بعد جملة إحنا جايبينه يتعشى يا ابني، بس باين برضو للي يركز من فيلمه البدلة. وبكده تكون خلصت فقرة السوشيال لاب. هنروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. السوشيال ميديا كل يوم طبعا بيكون فيها جديد، وكل يوم تقريبا بنسمع عن مصطلح جديد بيظهر وينتشر بين الناس. اليومين دول وفي ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها العالم كله تقريبا، أخذنا بالنا إن في مصطلح بدأ يظهر وبقوة على السوشيال ميديا مؤخرا، وناس كتير ابتدت تسأل عنه. المصطلح ده هو المينيماليزم، والمصطلح ده بيعني كده باختصار إن الإنسان مننا بيمتلك ما يحتاجه فقط. طيب إزاي مينيماليزم بيدخل في كل تفاصيل حياتنا، من أول التفاصيل النفسية لحد التفاصيل المادية زي الأكل واللبس والتسوق حتى في فرش البيت والديكور؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتنا المنورانا آية الغمري، أخصائية نفسية ومينيماليست. من الأفكار الشائعة هو أن المينيماليزم is all about أن احنا نقلل 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 في كل حاجة. هي الحقيقة هي التقليل ده بيعمل حاجة اسمها balance between ايه بقى؟ بيعمل توازن ما بين الحاجات اللي ما بتحبهاش فقللتها والحاجات اللي بتحبها فخدت مساحة اكتر في حياتك. الكلام ده including العلاقات. طيب هل في العلاقات مفروض مننا اننا نقلل بمعنى نقطع العلاقة تماما؟ بصوا هقولكوا على حاجة، دي emergency case in case ان الشخص ده فعلا بيأذيك نفسيا جسديا ايا كان بطريقة حقيقية قبل القياس عندك انت. ازيك ايه؟ ازيك يا جميل، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. مبدئيا المصطلح ده مجنني من ساعة ما عرفت عنه. أوكي. يعني انا عايز اعرف بالتفصيل الممل يعني ايه مينيماليزم. طيب هو من الكلمة نفسها هو فكرته التقلل. تمام. أو الحد الأدنى، العايش بالحد الأدنى. أوكي. خلاص. هي الفكرة أن احنا معظم الوقت بنشتري حاجات احنا مش محتاجينها، بنكونسيومر أو بنستهلك أكتر ما بننتج. أوكي. تمام. فهو جه المصطلح علشان يحد من الظاهرة دي. أوكي. بس طيب انت أصلا الموضوع ده ازاي نقدر نعمله في حياتنا؟ يعني في التقديمة أنا قلت إن إحنا بنقلل في أكلنا وشربنا وفي معيشتنا وفي ديكور البيت، إزاي؟ ما تديني مثلا مثال على حاجة معينة. في ديكور البيت مثلا معروف إن الأنتري مثلا لازم يبقى أربع كراسي وكنبة. حلو الكلام. طب لو أنا احتياجي مش كل ده، عادي جدا ان انا اجيب كنبه وفوتي. فاهمه قصدي؟ يعني فكره بس ان انت تبقي open minded، ان مش لازم كل حاجه تبقى زي ما الناس بتقول. هي بس انت بتجيبي الحاجات اللي انت محتاجاها. طيب. فمن استخدامك انت فعلا ده اللي محتاجاه. That's it. طب ازاي نعملها في موضوع الاكل؟ في موضوع الاكل بصي انا يعني جربتها كتير قوي في موضوع الاكل، بس علشان المواد الغذائيه حاجه يعني حساسه قوي او حساسه بالنسبه لكل جسم. طبعًا. تمام. فما اقدرش اقول ان هي ليها منهج ثابت، لكن مثلا في ناس بقت فيجن مثلا، هي بتاكل خضار بس. أوكي. حدد خالص من فكره اللحوم سواء بيضه او حمراء، مش حابين ان هم يدخلوا العنصر ده في جسمهم. بس ده بيكون بمزاجهم هم شخصيا، ان هم عايزين يكونوا فيجن او ان هم يكونوا بياكلوا خضار فقط او سمك فقط. ده يودينا بقى لحته ان المينيماليزم بيختلف من شخص للتاني تماما.
مش حاجة واحدة لكل الناس، فاهمة قصدي؟ أوكي. فلو انت جسمك متحمل ان انت تتخلى عن العنصر الغذائي ده، ليه لا؟ طيب لو واحدة زي حالاتي كده بتحب اللحمة وبتحب الفراخ طبعا براحتك ازاي انا بقى اعمل مينيماليزم ده؟ ممكن في الـ في الـ في الكمية، تمام، ممكن يبقى في عنصر مختلف تماما، زي مثلا كاربس مثلا اللي هي زي المكرونه والعيش، صح؟ بالظبط، تمام. فكل واحد وطبيعه جسمه وجسمه بيحتاج ايه. ده بقى بيودينا لحته تانية خالص، انك لازم تسمعي لجسمك اصلا، تمام، وان جسم كل حد مختلف تماما عن يعني عن حد. يعني مثلا فكره ان انت تجيب دايت وتديه لكل الناس، دي فكره اثبتت فشلها يعني. طيب انت يا ايه درستي ايه؟ هل انت دراستك ليها علاقه بالمينيماليزم والحاجات دي؟ بصي، انا درست علم نفس، حلو الكلام. تبعي للمينيماليزم كان شيء مختلف تماما. اللي حصل ان هما الاثنين اتلاقوا في حاجه اسمها التخلص من الكراكيب العاطفيه. بقى ده يعني ماتشنج مع ده بشكل كبير يعني. طب اشرحي لنا بقى عشان احنا مش فاهمين. هقول لك بدايه اتباعي للمينيماليزم كانت فكرته ان انا ست بيت وشغل البيت بقى تقيل قوي، اللي هي ست بيت ومعايا طفلين، تمام، فالموضوع بقى عباره عن ان انا بصحى علشان اشتغل في البيت، اعمل حاجات، اوكي، سواء بقى تنظيف، سواء بقى معظم الوقت اصلا والاطفال صغيرين انت بتشيلي في كراكيب، صح؟ عارفه انت بتشيلي من هنا يا بتروقي من هنا تحطي هنا، بالظبط. فالموضوع بقى واصل لطريقه من الاوفر ويلمنج، او ان انت دماغك ما بقتش فاضيه لاي حاجه غير انك بتشيلي من هنا تحطي هنا. الموضوع بقى غريب قوي، فبتطلعي لي الكونشس بتاعك اللي هي العقل الواعي، تلاقي نفسك فعلا عماله بتحركي الحاجات من اماكنها مش اكتر. خلاص الطفل وقع دي هنا فبتشيليها تحطيها هنا، طب وبعدين يعني هي هنا ليه واتحطت هنا ليه؟ تبداي بقى تفكري فعلا انت الموفمنتس بتاعتك او الحركه في البيت بتتعمل كده ليه. بتلاقي في اخر اليوم ان انت انسانه مجهده جدا، عاطفيا بقى وجسديا وعلى كل الأصعدة يعني، فما بقاش عندك اللي تديه. طب انتي استخدمتي زي المينيماليزم مثلا في حالتك انتي؟ بدأت بقى يعني بصي البيت بقى مليان حاجات، وانا بقيت ماشية ورا الاولاد عمالة اشيل العاب واشيل واحط، تمام، وغير كده بقى معظم الوقت كمان انتي واقفة في المطبخ عشان تعملي حاجات، فلقيت ان حصيله الحياه الاسريه تقريبا ان انا في حته وهما في حته تانية خالص. بدات بقى اتقلل من كل حاجه، يعني لو الحاجات هي اللي واخداني منهم اتقلل من الحاجات، لو الالعاب هي اللي مجننانا طب نشيل الالعاب يعني نقلل منها على قد ما نقدر. بقيت بحتفظ بس بالبازلز او بالحاجات اللي هي هتنمي الفكره او كده، فالموضوع شويه بشويه بدا فعلا يبقى مريح. اللي هو طب ليه بقى ما نحطوش في كذا ونستخدمه في كذا وفي كذا، فاهمه؟ فشملت بيه كل جوانب الحياه وكانت فكره ناجحه الحمد لله يعني. ايه اكتر حاجات تصعب عليك موضوع اللبس ده؟ انا هتكلم عن ثلاث حاجات اساسيه عندنا احنا المينيماليستس، اوكي؟ لو دولابك مليان هيرو بيس او حاجات تريندي، حاجات تبع الموضه، حاجات الوان فقعه، حاجات مشجره، واتيفر، تمام، الحاجات دي بنسميها هيرو بيس، ما بنسميهاش بيزكس. حلو، البيزكس هي الحاجات اللي اعرف ابني عليها، بمعنى ان انا لو عندي هايكون مثلا اسود هعرف البس عليه بليزر، هلبس عليه شيميز، هعرف البسه على الجيب، هعرف البسه على بنطلون جينز او قماش، هعرف البسه بطرق كتير جدا. حلو، اللي هيكون الاسود ده واحد من البيزكس. طيب ايه هي باقي البيزكس؟ ممكن نعمل عليها سيرش على جوجل، او ممكن تتابعي فيديوز بتاعتي بتكلم دايما عن البيزكس. حلو الكلام. حاجات هي الوان محايده اعرف ابني على اساسها. لو ما عنديش من البيزكس كتير، والمفروض يبقى 80% من دولابي بيزكس، هيبقى صعب جدا ان انت تكوني اطقم. ومعروف ان الستات ملوله فبتبقي عايزه طول الوقت تغيري، فالبيزك هو اللي بيتيح ليكي فكره انك تغيري. طيب المينيماليزم ده مصطلح ظهر مؤخرا ولا دي حاجه اساسا معروفه من زمان واحنا اللي مش دريانين بيها يعني؟ لو يعني هنترجمه ترجمه حرفيه فهنعتبر ان هو البساطه، فالبساطه ما يعني منذ بدايه الخليقه تقريبا اساسنا اصلا البساطه يعني. انما هو مؤخرا بدا يظهر تاني كشيء مضاد لفكره الاستهلاك الغير واعي يعني. بس طيب المينيماليزم المفروض ان هو بيحسسنا
بالرضا او ان هو يخفف علينا الضغط النفسي ولا لا؟ ده اكيد. ده اكيد هو كده كده هيخفف الضغط النفسي، بس لكل واحد زي ما قلت لك مختلف عن التاني يعني. طيب انت في اول الانترفيو خالص قلت لي بنشتري حاجات احنا مش عايزينها وبنجمع حاجات وبنستهلك اكتر ما احنا او اكشلي بنشتري اكتر ما احنا بنستهلك. دي حقيقة. الستات معروفين ان هم عندهم فوبيا، مش فوبيا، عندهم الهوس بالتشوق بالظبط. طيب ازاي احنا نقدر نسيطر على الموضوع ده؟ بصي، هي لو بدأنا نعتبر ان الشوبينج هو للنزول علشان اشتري احتياجات فالموضوع هيتسيطر عليه كده كده خلاص، لكن لو احنا هنفضل نعتبر ان الشوبينج هو نوع من انواع التنفيس عن المشاكل النفسية فمش هتخلص خالص يعني. هنفضل ننزل نشتري كراكيب علشان نرتاح نفسيا لمدة معينة وبعد كده يرجع تاني المشاكل زي ما هي وكل حاجة زي ما مغيرناش. نسيطر ازاي على الاونلاين؟ قولي لي يا ايه، اشرحي لي. لا عايزين نعرف ازاي اسيطر على فكرة ان انا، لا على فكرة أنا عندي مثلا من الجاكيت دي واحدة شبهها فما اشتريهاش. برافو. أنا عندي مثلا من البنطلون ده لون قريب من ده فما اشتريه. إزاي نعمل ده؟ أول ما نشوف الحاجة اللي بتعجبنا بيجي لنا هوس وعايزين نشتريها على طول. الكونشس شوبينج بدايته إن احنا نسأل أنا هعمل ده ليه؟ تمام؟ هشتري ده ليه؟ فلو يعني في 10 أسئلة كده هسألهم لنفسي، هل أنا محتاجاها؟ طب أنا هشتريها ليه؟ طب أنا هلبسها على إيه لما أشتريها؟ وعموما هلبسها على إيه؟ دي محتاجة 10 أطقم، أتليست 10 أطقم هلبسها عليها القطعة دي، أوكي؟ في الحالة دي ممكن أبدأ أكونسيومر. كمان في حته استهلك إن أنا استهلك تمام، وكمان اكتب الحاجه دي واستنى عليها شهر على ما اشتريها، لان الماركتنج دايما بيشتغل على اول ثانيه تمام، او اول 3 ثواني بالكتير قوي في دماغ الانسان خلاص. فانا لو استنيت شويه بكره بعده فكرتي اصلا عن المنتج ده هتختلف. بس عملتي بقى كل الحاجات دي صعب قوي يبقى يعني تبقي لسه بتشتري بدون وعي يعني. اتليست حتى لو يعني انت ممكن تشتري الحاجه بس خلاص انت عارفه انت شاريها ليه، فاهمه قصدي؟ بس طيب احنا اتكلمنا على الكراكيب بتاعه الاطفال والكراكيب بتاعه البيت، هل بيكون في كراكيب عقليه؟ نعمل فيها ايه دي بقى؟ بص، في حلول عمليه بيتكلم عنها المينيماليزم، زي مثلا انك تعملي حاجه اسمها جورنالينج. خلاص الجورنالينج ده عباره عن ايه؟ عن انك بتكتبي الحاجه اللي في دماغك زي ما هي خلاص. مجرد انك رميتي الافكار على الورق فكرتك بتختلف عن نفسك. وصلت؟ ازاي بقى؟ اشرحي لي يعني بتعملي ايه، قولي لي التفاصيل في الحياه العاديه. طيب يعني هو الموضوع مش عارف، الناس كتير ما بتعتبرهوش عملي قوي، بس انا شايفاه لطيف جدا مؤخرا. كمان الناس بقت بتعمله. زي ايه؟ زي انك تكتبي افكارك اونلاين على السوشيال ميديا تمام، مجرد ان هي الفكره طلعت من دماغك، طلعت كتابه في اي مكان، سواء بقى جورنال مثلا، نوت بوك، اونلاين، ايا كان، فكرتك عنها بتختلف. يعني اتفرجي على الميموريز بتاعتك مثلا بعدها بسنه، دايما هتلاقي ان انت اختلفتي او ظهر لك فكره واحده واحده. الاول قلنا هنكتب، هتكتبي خلاص، هنكتب ايه بقى؟ اكتبي افكارك، اكتبي الموقف اللي زعلك، اكتبي يومك مشي ازاي، اكتبي كل حاجه يعني على قد ما تقدري، طلعي الفكره من دماغك حطيها كتابه. أوكي. حتى لو هتكتبي اونلاين مع حد صاحبك ماشي، او هتكتبي مع حد بيشتغل في الفيلد بتاع المساعده الذاتيه، ايا كان كتاب. كتابه تاني خطوه. تاني خطوه ابدئي بقى اقري اللي انت كتبتيه ده. اصلا مجرد الكتابه هي طلعت المشكله من منطقه لمنطقه مختلفه تماما. زي انك مثلا فضفضتي مع واحده صاحبتك كتابه تكستنج تمام، بس بلاش تليفون علشان معظمه ما بيبقاش كونشس قوي، ما بيبقاش واعي قوي تمام. كتابه تعالي اقري بقى اللي انت كتبتيه ده، اصلا هتحسي ان خلاص الموضوع خلص اصلا بمجرد ما كتبتيه. بس في حاجه اللي هي البروبلم سولفينج تمام، اللي هو حل المشكلات. اوكي طيب، وفي سيلف ريفلكشن، ده اللي هو انت بتتعلم حاجه جديده عن نفسك. حلو. وفي الاوفر ثينكينج، انت فيه بتكون بتفكر في حاجات
لا هي هتحل مشكلات ولا انت بتقرب من نفسك ولا بتتعلم عنها حاجة جديدة. تمام؟ عادة overthinking بيبقى عبارة عن انك بتلف حوالين المشكلة مش بتلاقي لها حل. اوكي؟ غالبا برضو بيبقى متعلق بحاجة فاتت او حاجة لسه هتيجي. تمام؟ زي مثلا لما يجي حد يقول لي يا ترى هو كان بيفكر في ايه؟ اهو ده سؤال overthinker. طيب ازاي نطبق المينيماليزم في او على السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا يعني اساسي بتاعها او البيز بتاعها ان انت ما تتابعيش ناس مش عايزه توصلي للي هما فيه. يعني ما ينفعش مثلا اجي اتابع حد لمجرد ان انا عايز انتقده. لا، انت مع الوقت هتبقى على فكره زيه، ما هو هي اسمها فولوور. تمام؟ فشئت ام ابيت انت عملت التريق عليه دلوقتي، بس شويه كده وهتلاقي نفسك افكارك بتاخد منه. فمهم جدا تبقى واعي كفايه انك ما تتابعش حد انت مش مؤمن بالفكرة بتاعه او مش مؤمن يعني بافكاره عموما اللي هو بيقولها لك. يعني دي اول حاجه. تاني حاجه انك تقلل الحاجات اللي هي بتعملك ديستراكشن بقى عن الحاجات اللي انت عايز تتابعها. يعني خلاص انا متاكد ان انا عايز اتابع مثلا ناس بتطبخ، خلاص ما ينفعش بقى اعمل فولوينج للناس كمان بتصور وناس بتعمل كذا وناس بتعمل كذا. تمام؟ الناس اللي بتطبخ مش هاخد منهم القيمه كامله. وصلت؟ بس فمهم ان انت تحدد انت داخلها ليه. اوكي. وازاي نطبق المينيماليزم في الشغل او في البيزنس؟ في البيزنس بصي دايما كنت اقول لهم، عارف اداء تاجر الفاكهه؟ هو جاب 2 كيلو باعهم. اوكي. الموضوع بالبساطه دي حقيقي يعني. لا احنا دلوقتي بقينا لا انا لازم اخد MBA من مكان الفلاني ولازم تبقى معتمده بالشكل العلاني. حتى لو اخدت شهادات من هنا للسنه الجايه بس انت ما طبقتش اللي في الشهادات دي، صدقني انت ما اتعلمتش حاجه. وصلت؟ بس فهي الموضوع بسيط قوي والبزنس بسيط قوي، بس احنا عملناه كلاكيع كتيره علشان يبقى الموضوع تجاري اكتر. يعني حاجات ما تتخلاش عنها وانت بتعمل البزنس بتاعك. اول حاجه انك تكون مفيد. انا هنا مش بمثل ان انا مفيد، لا انا فعلا مفيد ودي حاجه قبل القياس. تاني حاجه تخليك بسيط بمنتهى البساطه، الحاجه اللي بتعرف تعملها بصبع رجلك الصغير هي دي اللي تعمل فيها بزنس، وما تستناش تعقد المواضيع. يعني لو انت هتعرف تبدا البزنس بتاعك without location without راس مال without مش عارف ايه، go ahead، ما تحورش كتير وما تعملش موضوع من لا شيء. الحاجه اللي بتعرف تعملها وانت قاعد دلوقتي حالا وبتتفرج عليا اعمل فيها بزنس. طيب انت ايه ليكي 3 كتب صح؟ كلمينا عنهم بقى شويه. اوكي، قولي لي اسمائهم وكل واحد فيهم كان ايه فكرته. طيب اولهم او الاكثر مبيعا بالنسبه لي هو طريقي للراحه النفسيه. ده بيتكلم عن الحب كمينيماليست، بيتكلم عن احنا ازاي بنستقبل المشاعر، ازاي بندي للناس مشاعر، بيتكلم عن حب غير المشروط، بيتكلم ازاي نحط حدود ما بيننا وما بين البشر والحدود دي بتتحط بناء على ايه علشان نحافظ على علاقاتنا عموما وعلشان نبقى انسان مرتاح نفسيا على مدار حياته. أوكي. خلاص. الكتاب التاني بيتكلم عن الحرية المالية. كتير قوي احنا ما بنبقاش فاهمين ان الاموال هي مرتبطة اولا واخيرا بشخصك. تمام؟ يعني الانسان الغني يعني لا يفرقه شيء عن الانسان الفقير الا مايند سيت، التفكير، طريقه تفكيره. التفكير بالظبط. فازاي انت تغير التفكير بتاعك من المنطقه دي تروح للمنطقه دي لا اكتر ولا اقل. فالحريه الماليه هي هدف قابل للتحقيق مش مستحيل. تمام؟ بس ازاي توصل لا اكتر ولا اقل. طيب في الكتاب الثاني بيتكلم عن المينيماليزم الجمالي، وهو ان انت ازاي بقى تطبق ده في لبسك وستايل بيتك والحاجات دي. ده اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده بالظبط. وصولا لحاجه اسمها كوزي مينيماليزم، ان انت تعمل تشعري بالراحه بحاجات اقل.
بالظبط كده. أوكي. تمام. كتير قوي احنا بنشوف مثلا انا اغير هدوم كتيره ده اللي بيدل على شياكه، لا طب هاو باوت ان القطعه اصلا نفسها ابص لها بشكل مختلف بالظبط، يعني احطها على حاجات مختلفه، البسها بطريقه مختلفه، احط عليها اكسسوارز زياده او اشيل منها، ابص لان لونها يبقى مثلا محايد فبالتالي هي بتديني لوك معين مثلا، ابص للستراكشر بتاعها، البناء بتاع القطعه نفسها، الخيوط بتاعتها والخطوط بتاعتها نظيفه ولا مش نظيفة، يعني ما هياخدك في حتة تانية خالص من الموضة والحاجات أوكي. دي. طيب سؤال أخير يا آية، إيه الفرق بين المينيماليزم وإن إحنا نكون عايشين في تقشف؟ حلو السؤال ده. بصي التقشف هي نوع من انواع المينيماليزم اللي هي اسمها فروجل مينيماليزم. احنا مش عايزين تقشف برضو يا ايه، خفي علينا يا ايه يعني بالراحه. على حسب انت بتختاري اي نوع منهم بناء على شخصيتك. اوكي يعني في المينيماليزم الجمالي ده هو حاجه اصلا بتقول لك انك تتقللي علشان تزيدي جمال. اوكي ده حلو ده بالظبط. اوكي هو بالانجليزي بيقول عليه simplicity is half beauty، يعني البساطه نص الجمال مثلا. أوكي. وكوكو شانيل تقول لك شيلي قطعه علشان تبقي اجمل، فاهمه قصدي؟ فحاجات كتير قوي بتدل على ده. خلاص أوكي. في الكوزي مينيماليزم اللي انا دايما بنادي بيه زي اللي ان انت تكون مرتاح في بيتك. تمام مرتاح بقى في لبسك في بيتك في لايف ستايل يعني مثلا مرتاح. في البيت يا ايه فعلا ساعات مثلا نلاقي صالون كده محطوط ده دايما كان عند اهالينا ده اللي هو ما حدش بيقعد عليه نهائي. اولا احنا خايفين نقعد عليه علشان ما يبص ده واحد. اتنين حتى لما بتقعدي عليه هو مش مريح خالص. فبلاش الصالون ده. ليه المساحه دي في البيت اتاخدت في صالون ومحدش بيستخدمه؟ بجد بتزعلي. وبعد كده يعني يبقى الهدف بتاعك انك تنقلي في بيت اوسع علشان تجيبي صالون تاني. محدش هيقعد عليه برضه معروفه. فهمتي بقى ليه الموضوع سبكونشسلي بيبقى كارثه يعني. طيب يعني خلينا نقول كده ايه ان احنا المينيماليزم بيساعدنا ان احنا نستريح نفسيا، نشعر بالرضا، بنحوش لان احنا هنبطل ان احنا نصرف فلوس كتيرة جدا على حاجات احنا مش محتاجينها. ده اكيد. نفكر قبل ما نشتري، مش اي حاجة نشوفها تعجبنا فنروح واخدينها حتى لو عندنا حاجة شبهها لحد ما. لكن برضو عايزين نقول حاجة، الناس اللي اوريدي يعني بيطلعوا الجنيه بالعافية بلاش معاهم المينيماليزم. لا هقول لك كمان مهم المينيماليزم ليه، لان هو اصلا بيطلعها بالعافية من كتر ما هو بقى بيصرف في كل حاجة. اوكي. فهماني؟ فلما يبقى محدد الفكر نفسه اصلا فبقى عارف مثلا ان انا كنت مثلا بصرف على بنزيني قليل. طب هاو باوت ان انا خلاص انا وفرت من حاجة الفلانيه احطها في حاجه ثانيه، ابدا بقى احط في يعني في المكان ده كويس. بس ميرسي يا ايه جدا، بشكرك على وجودك معايا النهارده. ميرسي جدا، اشكرك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.